السلام عليكم، معك بدر الدوسري، مرحلة دراسية ثالث ثانوي من مدارس نور الإسلام. والله شعور جدا جميل وأتمنى صراحة الكل يشارك، جدا أنها مشاركة ممكن تكون صعبة شوي، بس أتمنى الكل يدخلها إن شاء الله. والله هو تنافس حلو، تنافس بروح ودية، يعني الكل قاعد يساعد بعض، ما كان في أي تنافس، كلنا قاعدين نساعد بعض. الورش التدريبية كانت جدا جدا مفيدة، استفدت منها كثير، بس أهم شيء تدخل معك ورقة وقلم وتبدأ تسجل. بس أعطونا عن لغة الجسد وكيف تتكلم مع البحث حقك، كيف تسوي بحث علمي صحيح وكيف تلقي البحث حقك. قبل ما أدخل كان ما أكذب عليكم، كان ماخذني التوتر من كلام الناس، وبعد ما دخلت تغيرت نظرتي، كانوا كلهم بشوشين وكانت أسئلتهم واضحة، وهي 4 دقائق ومرت بسرعة، يعني حتى ما تحس فيها. بإذن الله نتأهل المرحلة هذه ونتأهل المرحلة اللي بعدها ونروح حق الايسر. أنا أشوف إنه يسجل في إبداع لأنها فرصة ما تتعوض أبداً، ولا يقول إنه ما راح يطلع. أنا كنت أقول مثلكم إنه بحثي ما راح يطلع، والحمد لله سجلت وطلع بحثي وتأهل. أحب أوجه رسالة الشكر الأولى إلى والدتي، هي اللي ساعدتني في البحث حقي، وإلى أستاذي أستاذ أحمد عزت، هو اللي ساعدني وحمسني وهو اللي خلاني ارفع البحث حقي. موهبة اشكرهم شكر كبير، بعد ما قصروا معنا، ساعدونا في الالقاء وساعدونا في لجنة التحكيم في الالقاء هناك، يعني اعطونا تعليمات شلون نلقي هناك وما قصروا معنا.